انا اسفه اني بتعبك وبزعجك معايا. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ لا طبعا بتعملي اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش انت بالنسبه لي ايه. عن اذنك يا يوسف. ليه مالك؟ عايز اتكلم معاكي في موضوع كده. خير في ايه؟ خير اكيد. هو مش المفروض نتكلم في الشارع كده يعني؟ كان لازم نتكلم في المطعم اللي كنا قاعدين فيه. بس انت مش مداني فرصه. كل ما قابلك بنتكلم عن مشكله شهد وبس. فرصه لايه بالظبط؟ مش فاهم. هو طليق عامل ايه؟ يحاول يقرب منك تاني؟ لا لا خلاص، هو غالبا سافر. بس هو ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ انت؟ انا؟ ملك ممكن اعزمك على العشاء بكره ونتكلم براحتنا. مفيش مشكله، هشوف ظروفي واكلمك. اوكي استنى مكالمتك. تمام عن اذنك. اتفضل. فين زميلك اللي معاك هنا؟ انا لوحدي، هو مش موجود. ولا انت شهدت على عقد الجواز بتاع شهد ولا لا؟ شهدت ولا مش شهدتش؟ شهدت. ايوه شهدت. طب ليه ما قلتش الحقيقه؟ ليه كدبت انت وصاحبك؟ انا كنت مرعوب، خفت 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 والله. انا ما عملتش حاجه. انت مالك؟ يلا فيك ايه؟ معرفش. مالك مش طبيعي ليه؟ مش عارف. وفين صاحبك اللي اسمه حازم ده؟ راح فين؟ حازم راح الاتيليه النديم، عايز يبقى عريس زي ما سليم بقى عريس. طب البنت الصغيرة بنت شهد، مين اللي خطفها؟ ما اعرفش. اتكلم يلا احسن لك. حازم حازم. ولا 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 فوق يلا ولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.